سيدنا مظاهر التوبه بتاعتها بتاعت السامريه يعني ايه اللي يدل على التوبه بتاعتها ان هي تابت هل اعترفها؟ هو كونها تستمر في الحديث دليل الاستعداد يعني لو واحدة مقفلة على الخطية ومش ناوية فلما يبتدي يكلمها عن الماء الحي وعن الكلمات الروحية الجميلة اللي خرجت من السيد المسيح دي خلتها يعني شبطت بقى في كمخلص يعني وابتدت انها يعني تتجاوب في الحديث ولقت باستمرار بيرتفع بايمانها قلت له نحن نعلم ان مسيح حين ياتي يخبرنا بكل شيء الذي يكلمك هو اعترفت بخطيتها وشهدت بعد كده يعني من ضمن المظاهر الايمان بتاعتها والتوبه بتاعتها ان هي شهدت للسيد المسيح ايوه وراحت تقول للناس بقى تعالوا وانظروا انسان قال لي كل ما فعلت جم بقى اهل السامره وانفتحت السامره امام المسيح من خلال هذه المراه السامريه لان كان حاول السيد المسيح يروح لهم وما فتحلوش الباب كان بابهم مغلقا المراه السامريه اللي فتحت الباب ان اشارت الى دور مهم جدا احنا مش كتير بنعمله هو الشهاده للمسيح اه يمكن انا في ناس كتير عايشه حياه التوبه على قد ما بيقدروا وممارسه الاسرار لكن هل بيكرزوا هل بيشهدوا للمسيح الشهاده للمسيح بالفعل مش بالكلام بالفعل بمعنى ايه سهل ان انا اقول محاضره عن المحبه لكن هل بقدم محبه ولا لا سهل قوي ان انا أتكلم عن الوداعة لكن هل في وداعة في التعامل ولا لا وهكذا يعني السيد المسيح علم بالسلوك أولا أو بالمنهج العملي وبعدين بالكلام فسر لهم بقى هو بيعمل إيه يعني هو راح للسامرية الأول وبعد كده بقى عرفت ليه رحلة فجات وجارت البلد كلها عشان يستفيدوا منه لكن مكتوب يا سيدنا انه كان لابد له ان يجتاز السامره اه اكيد ليها معنى بقى روحي موي. طبعا لان اليهود والسامريين كان بينهم عداوه فكان السيد المسيح يريد ان يقتل العداوه وده اللي وصل الى قمه قتل العداوه على الصليب لأنه صلى حتى للآب أو كلم الآب عن حتى اللي, اللي صلبوه قال اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون يعني جميل أن الواحد يصلي من أجل أعداء من أجل اللي بيعدوه يعني عشان كده قال صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم ده ما يحلوش غير الصلاه يعني, يعني السيد المسيح رح مخصوص يصنع الصلح والسلام آه. بين اليهود والسامريين بالظبط قتل العداوه معناها اقامه الصلح والسلام